Hmm. وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزان وغدا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد تحدثنا في الليالي الماضية عن حلقتين من حلقات الأحداث التي حصلت بعد السقيفة وكانت الحلقة الأولى حلقة الهجوم على دار الزهراء عليها السلام والحلقة الثانية كانت الحصار الاقتصادي الذي ضرب على أهل البيت عليهم السلام وقد فصلنا في هذه القضية في الليلة الماضية هل انتهت الأحداث إلى هنا أم لا توجد احداث اخرى. الجواب نعم، وما خفي وما جاء بعد هذه الاحداث اعظم واخطر مما كان قبلها، لماذا؟ هذه الفئه التي تسلطت بعد السقيفه اصبح بيدها كل شيء. يعني بيدها السلطه وبيدها القوه وبيدها كل مقومات الحكم من هنا بدات في عمليه استئصال كل معارضه لها في بلاد المسلمين يعني بعد الفراغ من المعارضه التي كانت في المدينه بدا العمل على اقصاء كل معارض في مشارق بلاد المسلمين وفي مغاربها جيد ناتي الان الى النقطه الاولى وهي استفسار قد يسال سائل ما الدليل على ان هذه الفئه تستعمل العنف وتستعمل سلاح القتل او كما يقولون اليوم تحكم بالحديد والنار. ما الدليل على ذلك؟ عندنا عدة قضايا حصلت في المدينة المنورة يعني في الإطار المكان القريب تبين بطش هؤلاء وتبين أن القوم بإمكانهم أن يفعلوا كل شيء لأجل ماذا سيطر على الحكم أنا سأكتفي بمثالين المثال الأول هي قضية سعد بن عبادة وهذا ذكرناه في الليلة الأولى سعد بن عبادة رجل وجد أن هناك نزاع وأن هناك محاولة للانقلاب على الوريث الشرعي لعرش النبي صلى الله عليه واله، فماذا فعل؟ اعد العده لكي ياخذ الحكم، لذلك جمع انصارا في سقيفته او في سقيفه الانصار وبدا يعد العده للبيعه ما الذي جرى بعد تعرفون الاحداث جاء المهاجرون اختلفوا حصل نزاع ونزاع شرس انتهى هذا النزاع بتنحيه سعد بن عباده وتوليه من جه. انتهت القضيه هنا لا ما مرت الايام الا ووجدوا سعد بن عباده مقتولا في طريقه الى الشام بمجرد بويع على الثاني خرج من المدينه فوجد مقتولا في الطريق محتميتا لا التاريخ يقول انه مقتول جيد من قتله الآن المفترض يصير بحث جنائي حول هذه القضية صحيح أو لا؟ تجد جثة في الشارع موجودة صار بحث جنائي وفتح الملف فكانت النتيجة أن الذي قتله هم من؟ ها؟ الجن الجن قتلوا وما هو الدليل؟ قالوا سمعنا الجن ينادي نحن قتلنا سعد بن عباده رميناه بسهم اصاب فؤاده، يعني الجن يقتلون ويرمون بالسهام، وانا جاي في الطريق شفت جني شايل ار بي جي فخفت يضربنا غيرت الطريق طبعا البعض شاف ان القضيه شويه زحمه قال لا قميناه بسهمين ليس المراد ان الجن قمات بالسهم لا قال السهم كنايه عن ضربه العين جن يحسد وعين الجن قاتله قالوا سعد كان في الطريق لا ادري قالوا اغتسل او بال وسعد كان طويل ومعضل بعد الجن نظروا اليه ممكن هذا جن شايب او مكرش مثلي فحسده وضربه بعينه ف... فمات فسعد اختي اي والله هذا كلام ليش تضحك هذا كلام بالفعل هو هذا الذي يذكر في كتب التاريخ سعد الذي كان منافسا ومعارضا أختي، هذه قضيه عندنا بعد قضيه اوضح وهي محاوله اغتيال الامام علي عليه السلام ايضا الامام حاولوا ان يغتالوه اي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من اخطر المحاولات التي نقلت لتصفيه امير المؤمنين عليه السلام الامام كان يصلي فاتفقوا على ان الامام امام المسلمين امام الصلاه يعطي اشاره وهذه الاشاره تجعل من الشخص الذي يجلس بجواره ماذا يفعل يقتله في الصلاه وكان المنفذ لهذه القضيه البطل الضرغام هو من خالد نعم اختير لهذه المهمه وبالفعل كانت صلاه فجر ذهب امير المؤمنين عليه السلام للمسجد جلس جاء خالد بجانبه طبعا لما القوم بداوا بالتامر على هذه القضيه من سمعهم؟ في بيت هؤلاء بعض النجباء من هؤلاء النجباء اسماء بنت عميس هذه كانت زوجة جعفر بن ابي طالب سلام الله عليه ثم تزوجها الاول، كانت زوجة الاول فلما سمعت بهذه المؤامره بلغت من؟ امير المؤمنين عليه السلام وعنده علم بالقضيه لما حصلت الصلاه وذاك الرجل يتشهد الفكره كانت انه بمجرد يسلم يقتل الامام الظاهر خاف من تبعات القضيه وان المساله تنقلب عليهم فتشهد قبل أن يسلم قال لا يفعل خالد ما أمرته به السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر فأمير المؤمنين عبد قال وماذا أمرك أن تفعل قال أمرني بقتلك طبعا الرواية لها تتمة جميلة بعد أمير المؤمنين بعد سوى اقرأ تفصيل القضية موجود في كتاب سليم بن قيس على كل حال فالجماعة ثقافة القتل وثقافة الاغتيال موجودة ولذلك الذي ثبت حكمهم وعرشهم ليس اتفاق الناس عليهم وحبهم لهم ما الذي ثبت هذا الحكم دم عرش ثبت بالدم فلا يأتي إنسان ويستبعد هذه القضية يقول لا والله لا من أول يوم حصلت قضية السقيفة دماء كثيرة سالت بدأت بدماء الزهراء عليها السلام وصولا إلى نهر من الدم لا آخر على كل حال إذا أصل القابلية لهذه الأفعال موجود نأتي الآن إلى النقطة الثانية وهي الأولى. طبعا سؤال دائما يسأل هو باقي الصحابة الذين كانوا خارج المدينة لماذا لم يرفضوا ما جرى في السقيفة ويعلن بيعتهم لمن لأمير المؤمنين عليه السلام خصوصا أنهم سمعوا أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه واله في فضل علي وفي إمرة علي أين دورهم؟ بعض يتوهم أنه لم يكن لهم أي دور، لا لهم دور وكان لهم دور كبير وكبير جدا ولكن التاريخ قضى على هذا الدور وشوهه بحيث لا يلتفت له إلا من قرأ التاريخ ومحصه تمحيصا قد تسأل تقول معقول يعني هل حصل اعتراض كبير على السقيفة الجواب نعم أي في هذه الحروب الضارية التي سميت بحروب ماذا؟ الغدة هذه حروب الغدة هي من أكبر الكذبات التاريخية كيف؟ حروب الغدة كان فيها كل شيء إلا الغدة حقيقة هذه الحروب وجوهرها هي موجه من الاعتراض على توليه فلان الحكم وتنحيه الامام علي بن ابي طالب عليه السلام. البعض لما يقرا في التاريخ يذكرون هذا المعنى ان كل المسلمين ارتدوا سوى مكه و وال... غير صحيح، لا غالبية هذه التحركات لم تكن ردة إنما كانت امتناعا عن بيعة فلان لعلم القوم بأن وصي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ومن علي بن أبي طالب الآن من حقك أن تسألني ما الدليل على أن هذه الحروب كانت ماذا اعتراضات واحتجاجات على تنحيه علي ولم تكن ردة كما ذكر نعم انا ساذكر لك الان ثلاثه ادله تثبت ان القضيه لم تكن ردة صلوا على محمد وال محمد والثالث الدليل الأول على هذا الذي يدل على أن القضية لم تكن ردة هي الخلاف الكبير الذي وقع بين الشيخين الأول والثاني وقع بينهم خلاف في هذه الحروب كيف نقرأ نص هذا الخلاف وطبعا الرواية من صحيح البخاري بعد لا أحد ينازع في صحتها هكذا الرواية لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وكان فلان فوكفر من كفر من العرب كفر الآن قالوا كلمة كفر فقال عمر ثاني للأول كيف تقاتل الناس أيها الأول أيها الخليفة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله ما هو اعتراض هذا الرجل اعتراضه انك كيف تقاتلهم ورسول الله منع من قتال من قال لا اله يعني القوم يقولون ماذا يعني القوم يشهدون ان لا اله الا الله هذه شهاده انهم لم يكونوا كفارا لا كانوا يؤمنون بالله زين الان جواب الرجل الاول قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه واله لقاتلتهم على منعها. كلام واضح قال لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه إذا القوم كانوا يصلون كانوا يصلون اذن المشكله ليست لا اله الا الله ليست محمدا رسول الله ليست اقامه الصلاه بحسب كلامه المشكله هي الزكاه زين ياتي سؤال مهم هل القوم انكروا الزكاه لا غاية ما في الأمر أنهم امتنعوا عن دفع الزكاة لذلك هو في كلامه دقيق لم يقل أنهم صلوا على محمد وعلى محمد لم يقل أنهم أنكروا الزكاة ماذا قال؟ قال منعوني يعني هم مؤمنون بالزكاة ولكنهم لم يؤدوه فإذا القوم لم ينكروا لا الصلاة ولا الزكاة ولم ينكروا شيء غاية ما في الأمر أنهم امتنعوا عن تأدية الزكاة إليه إذا توجد ردة أو لا لا توجد القوم مسلمون يصلون يؤمنون بالله غاية ما في الأمر امتنعوا عن تأدية الزكاة هذا الدليل الأول وهذه الشهادة من الشخص ال... يعني حتى الرجل الذي قاتلهم لم يقل أنهم لا يقولون لا إله إلا الله بالعكس أقر أنهم يقولون لا إله إلا الله غاية ما في الأمر قال لا بما أنهم منعون الزكاة أنا أقاتل هذا واحد الدليل الثاني نفس هؤلاء القوم الذين اعتبروهم مرتدين مهم جدا ان نسمع منهم لماذا دائما نسمع عنهم هم ماذا يقولون هل قالوا نحن كفرنا برسول الله وكفرنا بالله ام ماذا نقرا بعض النصوص التي تتحدث عنهم ناتي بشاهدين، الشاهد الاول ينقله الطبري في تاريخه يذكر السند طبعا عن فلان ان خيل طي طي القبيله المعروفه كانت تلقى خيل بني اسد وفزاره قبيلتين قبل قدوم خالد، خالد كان قائد الجيش الاسلامي فيتشاتمون ولا يقتتلون يعني مجرد عركة بالكلام فتقول أسد وفزارة ماذا يقول والله لا نبايع أبا الفصيل أبدا من هو أبو الفصيل أو كما ضبطها البعض أبو الفصيل من هو إذا لم يكن الخلاف لا في الله ولا في رسول الله الخلاف في ماذا في البيع فتقول لهم خيل طي الجهة الأخرى أشهد أو نشهد لا يقاتلنكم حتى تكنوه أبا الفحل الأكبر يعني النزاع كله هل يبايع هذا الرجل أم نص آخر وهو أهم وأوضح يذكره ابن أعثم الكوفي صاحب الفتوح وهذا بعد لعله افضل نص يجعلنا نفهم ما الذي جرى قال يذكر فلان هذا رسول للخليفه الاول ثم انه سار الى حي من احياء كنده يعني ذهب الى جنوب الجزيره اليمن يقال لهم بنو ذهل فخبرهم بما كان ودعاهم إلى السمع والطاعة سمع وطاعة من؟ فأقبل إليه رجل من سادات بني تميم اسمع ماذا قال قال إنك لتدعو إلى طاعة رجل لم يعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد أنت تدعوني لبيعته علي أساس لا رسول الله قال شيء ولم يرد فيه قرآن فقال له زياد بن لبيد هذا الرسول يا هذا صدقت فإنه لم يعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد ولكن اخترناه لهذا الأمر بعد هذه هي مخرجات السقيفة فقال له الحارث اخبرني لما نحيتم عنه اهل بيته يعني القوم كانوا ملتفتين الى ان الامر كان لاهل البيت عليهم السلام وهم احق الناس بها بالحكم يقول الرسول طبعا ذاك جاب استدلالات بعد ما سمعه من رسول الله ان المهاجرين والانصار انظروا لانفسهم منكم بعد اتفقوا المهاجرين الانصار فقال هذا الحارث لا والله ما ازلتموها عن اهلها يعني اهل البيت الا حسدا منكم لهم وما يستقر في قلبي ان رسول الله صلى الله عليه واله خرج من الدنيا ولم ينصب للناس على يتبعونه فرحل عنا ايها الرجل فانك تدعو الى غير رضا. عجيب هذا هذا فاهم الطبخه كما يقولون لا مستحيل رسول الله يخرج ولم يوصي ونحن الذي سمعناه من الذي احق؟ اهل بيتي احق اذا انتم قمتم بماذا؟ بانقلاب وتدعوننا للطاعه وهذا امر ليس فيه لله رضا. هذه بعض الشواهد وإلا لو تابعنا كلمات السائرين الآن بعد لا نقول مرتدين السائرين لا المنحة العام لها كان هذا رفض بيعة الرجل الأول وعدم الاعتقاد بحكومة السقيفة وفي المقابل الدعوة لأهل البيت عليهم السلام هذا الشاهد الثاني الدليل الثاني على ان القضيه لم تكن غده الدليل الثالث وهو الاشهر اشهر قضيه في موضوع غده قضيه بني يغبوع والتي ذهب ضحيتها من مالك ابن نويره مالك بن نويره قضيته افضل دليل على ان هؤلاء القوم كانوا ظالمين لهم، مالك بن نويرة القضية عجيبة ذهبوا لكي يقتلوا قبيلة مالك بن نويرة كان يعني المفترض هجوم فسمعوا الأذان تعجب القوم، الأذان شنو يعني؟ يعني نداء أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالعسكر توقف قال كيف هؤلاء مرتدين وهم يشهدون؟ فرفضوا القتال، دخلوا عليهم وجدوا مالك وبدأ النزاع بين مالك وبين خالد وطبيعي النزاع كان حول قضية الزكاة لا غيرها على كل حال بعد الحوار المطول صلوا مع بعض اجتمعوا في صلاة مع بعض وناموا في تلك الليلة عندهم يعني قبيلة مالك بن نويرة ماذا فعلت ضيفتهم في الليل يستيقظ خالد ومن معه ويأمر ب احتجاز القوم فبتعبيرنا ربطوه وجاء بمالك ابن نويرة لينفذ لي عليه حكم الاعدام حتى البعض تفاجأ قال على ماذا تقتل هذا مسلم موحد صلينا معه مالك بعد فهم الله قال والله ما قتلتني الا هذه واشار بيده الى من زوجته زوجه مالك ظاهر ذاك الرجل راى زوجه مالك فاعجبته فقتل مالك وقطع راسه وجعل راسه تحت القدر قدر له ثلاث أثاث جعل ثالثها رأس مالك وطبخ وأكل ونزا بزوجته في نفس الليل من العجائب والطغائف الغرائب أنهم يذكرون في كتب التاريخ أن رأس مالك لما وضع تحت القدر و سعرت النار أن النار لم تحرق ما احترق هم يذكرون فلم يقولوا أنها كرامة من الله أن الآية من آيات الله لتظهر براءة شنو التعليل من يعرف القضية شنو التعليل نعم كان رأسه وجهه كثير الشعر يا جاهل كثرة الشعر تجعل تجعل النار ماذا؟ تضطرم أكثر ما في شيء أسرع اشتعالا من الشعر العكس الرأس الذي فيه شعر بعد من بعيد النار قال له لم يحترق لأن الرأس كان كثير الشعر طبعا لها تتم القضية لما رجع ذاك أراد أن يرجمه لا رفض بالنهاية هذه الحادثة تثبت ان الدافع لقتال هؤلاء لم يكن رده ولذلك هذه الحروب اذا اردنا ان نسميها بتسميه دقيقه تاريخيه نقول هي حروب مانع الزكاه الذين منعوا الزكاه لكن اذا نريد نعطيها تسميه سياسيه هؤلاء كانوا بمثابه الثوار والمحتجين على خلافة الرجل وعلى تنحية أمير المؤمنين عليه السلام لذلك لما يسأل البعض هذا السؤال ويقول لماذا هل من المعقول أن كل الصحابة أنكروا الغدير بعض يقول لا يستحيل هذا الأمر لا لم ينكر الكل بالعكس غالبيه الصحابه كانوا مع الغدير ووقفوا في وجه هذا الرجل والدليل على ذلك هذه الحروب التي سميت كذبا وزورا وبهتانا بحروب الرده انما هي كانت ثوره على الذين ظلموا اهل البيت عليهم السلام ناتي الى المحور الثالث والاخير صلوا على محمد وآل محمد هنا قد نقع في اشكال كبير وهو ان بعض هذه الحبوب ذكر ان امير المؤمنين عليه السلام شارك فيها. الان عندنا بعض المنقولات التاريخيه ان امير المؤمنين شارك في هذه الحروب. مصيبه هذه. هل من المعقول ان يقاتل الذين خرجوا للاحتجاج على اعدائه؟ بل كتاب موجود الان متداول في السوق للشيخ علي الكوراني حفظه الله حروب الرده قراءه جديده هذا الكتاب يثبت ان البطل الحقيقي لحروب الرده من؟ امير المؤمنين عليه السلام الان تناقض صحيح؟ بل لما نقرا في كلمات امير المؤمنين في نهج البلاغه نجد ان فيها ما يوحي بانه ماذا فعل؟ شارك في الحروب، انا اقرا لكم النص اما بعد طبعا هو في كتاب لمالك الاشتر فان الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه واله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين فلما مضى تنازع المسلمون الامر من بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي ان العرب تنزع هذا الامر من بعده عن اهل بيته. يتحدث عن الانقلاب. ولا انهم منحوه عني من بعده. فما راعني الا انثيال الناس على فلان يبايعونه فامسكت يدي حتى رايت هنا موضع الشاهد دقق معي حتى رايت راجعه الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون يدعون الى محق دين محمد صلى الله عليه واله فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم، يعني إذا أنا سكت بعد الإسلام يذهب بسبب المرتدين التي إنما هي متاع أيام قلائل إلى أن يقول فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق الحق عفوا زاح الباطل وزهق واطمأن الدين بعد صريح أمير المن. ماذا يقول؟ يقول نهضت في تلك الأحداث إذا كيف نجمع بين الكلام الأول والكلام الثاني؟ آه هنا لا بد من التفكيك بين حركتين هل كانت هناك حركة ردة؟ الجواب نعم. ولكن حركة طبعا هي مو حركة ردة، التسمية الصحيحة لها حركة المتنبئين. مجموعة من العرب ادعوا النبوة. وصدق بهم اقوامهم. اشهر هذه الشخصيات من؟ مسيلمة كذاب، هذا واحد اثنين. من هي زوجة مسيلمة سجاح وطلحة أو طليحة ابن خويلد هذا أشهر ثلاث متنبئين هذه الحركة هم تنبؤوا وبدأ أتباعهم يزيدون شيئا فشيئا لكن هذه الحركة متى بدأت هنا الدقة التاريخية لم تبدا بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله وانما بدات في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقضيه مسيلمه ماذا؟ معروفه. مسيلمه وسجاح وغيرهم بداوا في حياه رسول الله وبدات حركتهم تشتد في حياه رسول الله وبدات حرب رسول الله عليهم في حياته. نعم هم استغلوا الاحداث بعد رسول الله لكي يزيدون من اتباعهم وانصارهم ويسعون للهجوم على المدن الاسلاميه. يعني في البدايه كانت سلطتهم قبليه لما استشهد النبي صلى الله عليه وآله كل منهم أراد أن ينتزع هذه النبوة وهذا الملك فنعم توجد حركة متنبئين هذه الحركة لم تكن بعد النبي وإنما كانت قبله واشتدت بعده وأخطر متنبئ من هؤلاء هو طلحة بن خويلد هذا الرجل اعد العده طبعا هو اقواهم لان مسيلمه بعد قتل مبكرا وسجاح هو لا هذا الرجل اعد العده والجيش ليس فقط للسيطره على المناطق البعيده لا كان يريد مهاجمه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش جراء والمشكلة التي كانت في المدينة ما هي أن جيشها هنا خرج لقتال الروم تحت إمرة زي أسامة بن زيد فهنا صارت مشكلة المدينة مكشوفة وهذا الرجل يريد اقتحام المدينة أمير المؤمنين تحدث عن هذه الحادثة أن هذا المتنبئ عندما أراد أن يهجم على المدينة بالفعل أمير المؤمنين هنا كسر عزلته وكسر قطيعته بالخليفة الأول ونهض في هذه الأحداث وبالفعل الذي حمى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين ليس أنه قاتل تحت راية الأخلاق لم تكن راية هؤلاء لم تكن منيتهم الحكم والملك لا كانوا يريدون محق دين محمد صلى الله عليه وآله فأمير المؤمنين خرج لنصرة الإسلام فلذلك قال أنا ما أخرج في الجيش لكن أنا أبقى لحماية مدينة وبالفعل حمى المدينة ومنع القوم من الدخول فحقيقة حصلت حركه متنبئين لكن هذه غير وبالفعل امير المؤمنين شارك فيها ومنع القوم من اقتحام المدينه زين الخلط اين حصل بحيث تعرف عظمه امير المؤمنين وخبث الاخر لما كسر امير المؤمنين هذه العزله و قاتل مع القوم لحفظ الاسلام هم اخرجوا اشاعه ما هي الاشاعه ان عليا ماذا فعل بايع وقبل بالامر فاخرجوا جيشا لقتال المرتدين بعنوان قتال المرتدين وقاموا بتصفيه كل معارضه لهم يعني عملية الخلط هي ليست قضية خلط تاريخية لا استعمل هذا الجيش الذي تشكل لحماية المدينة والذي قد يكون او قد فهم انه اخذ شرعيته من من وجود علي عليه السلام حول مسار هذا الجيش وبدأ بقتال كل معارضة له تحت نفس العنوان تحت عنوان انهم مرتدين واضحة الصورة؟ مهم جدا نميز بين الأمر إذا عندنا حركة متنبئين تبعهم مرتدون هذه شارك فيها أمير المؤمنين وحمى مدينة رسول الله صلى الله عليه وإذا سمعت أن عليا شارك في حروب الردة فالمقصود حماية المدينة من هجوم هذا الرجل طلحه او طليحه بن خويلد الاسدي اما الحركه الثانيه فهي حركه مانع الزكاه او فلنصطلح عليها بحركه الثائرين او المحتجين الذين رفضوا ان يبايعوا الاول ورفضوا ان ينكثوا بيعه الغديه شوف موقف امير المؤمنين كيف قدم مصلحه الاسلام على كل شيء وشوف خسة ودناءة القوم كيف استغلوا وجود امير المؤمنين ل وهذه نفس القضيه ترى حصلت في عاشوراء الجيش الذي ذهب لقتال الحسين عليه السلام بالاصل كان يعد لماذا؟ لغزو لفتح بلاد الري ولقتال الديلم كانوا كفار كانت الري مدينة معدة للفتح لذلك الأبيات المعروفة أترك ملك غي وغيو منيتي ثم في آخر لحظة الجيش مع القائد حول لقتال الإمام الحسين عليه السلام هذا إن دل على شيء يدل على خسة القوم كيف الإمام وقف هذه الوقفة بعد كل ما جرى عليه منهم وبعد كل ما صنعوه ويقومون بغدره ويستعملون نفس هذا الجيش لقتل أتباعه وأنصاره، عجيب حقيقة كل خسة كل نذالة كل دناءة كل غدر تجده في هؤلاء القوم لذلك صدق الشاعر حقيقة لولا سقوط جنين فاطم لما في كربلاء جنين وبغض تلك الأضلع وبغض ذاك الظلع رضت أضلع فيها سر الإله حقيقة مصاب الأم أم المصاب، فتح الباب على كل مصيبة لأهل البيت عليهم السلام، يعني أنت لما تذكر مصيبة الزهراء وتذكر مصيبة الحسين عليه السلام مهم جدا أن تربط بين الأمرين، ترى ذلك المسمار الذي نبت في صدر الزهراء عليه السلام هو نفس تلك حوافر الخيل التي رضت صدر الحسين ذاك المنادي الذي نادى حرقوا بيوت الظالمين في يوم عاشوراء هو نفس المنادي الذي نادى يا علي اخرج والا حرقت عليك دارك نفس الشيء تلك اليد التي لطمت الزهراء عليها السلام على وجهها هي نفس الصياط التي ألمت زينب عليها السلام نفسها. المصاب واحد الأصل واحد من أسس أساس الظلم واحد ولكن الأشخاص يختلفون لذلك زينب عليها السلام لما نادى المنادي حرقوا بيوت الظالمين وخرجت زينب والنساء والاطفال الى البيداء نظرت ناحيه المعركه نادت اخي حسين اخي حسين ان كنت حيا فادركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله لم يجبها الحسين ماذا فعلت؟ نظرت ناحية المدينة صاحت يوم حسن يوم حسن يوم حسن يوم تعالي 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 وشوفي كربلا شسوت، بحالي أنا شوف نخوة ان مذبحة قبالي والله أنا شوف نخوة ان مذبحة قبالي لم تجبها الزهرة اين توجهت توجهت الى رسول الله صاحت جداه يا رسول الله هذا حسينك في العراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والردى اين المنادي وحسينا يا جدي يا جدي ما محد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يا جدي من حر الشمس من خطف لونه يا جدي ولا واحد بحلقه ما يا جدي ولا واحد بحلقه ما يقطع